مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فيستوك. ولكن قبل ما نبدا بتعريف فقراتنا النهارده، احب ارحب بزميلي عبد المنعم. مساء الخير يا عبد المنعم. مساء الخير عليك يا جهاد، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين، وان شاء الله النهارده الحلقه تكون كويسه باذن الله. باذن الله. خلينا بقى نروح لخبر هو فعلا لما سمعناه ادخل الفرحه والسعاده على قلوبنا، وهو ان قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافراج عن الغارمات بمناسبه شهر رمضان المبارك. القرار ده بيتضمن المبادره الرئاسيه سجون بلا غارمين ولا غارمات. وكان من أهم الحاجات اللي بيتضمن فيها القرار ده هو إنقاذ الأطفال من غياب ذويهم في السجون. إيه رأيك في الموضوع ده؟ طبعا والله هو الموضوع جميل جدا جدا جدا، ودي مش جديدة. يعني الحكومة دايما، الحكومة المصرية والسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا هو يعني قرار جميل جدا. كان في إضافة من فترة كانت حصلت من شهور عدة، طبعا كانت إن هي تم التعاقد، شركات تم التعاقد مع السجون عشان خاطر يعملوا يعني بعد ما السجين بيخرج من السجن ما بيلاقيش مكان يشتغل فيه، الشركات او الاماكن بترفضه. فالرئيس يعني حقيقي يشكر على هذا العمل الجميل جدا جدا، وان شاء الله باذن الله يعني نكون موفقين دايما باذن الله لصالح الوطن المصري ان شاء الله. وفعلا من اهم الحاجات والحاجات اللي فرحتنا ان ده كان قبل العيد، فان هم يعيدوا مع الاسر بتاعتهم، وان فعلا في اطفال محرومه من امهم وابوهم بسبب الحاجات دي. في بعض الامهات بتكون مسجونه بسبب 1000 جنيه او 2000 جنيه مش قادره ان هي تسددهم. ما الحقيقه هو موضوع محزن طبعا. يعني انت بتلاقي مثلا واحده عندها يعني كل اللي عليها كان بيالها مثلا ب 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه، وفي الاول في الاخر بتكون ده بسبب ان هي مثلا عندها بنت عايزه تتجوز مثلاً بتجهزها، يعني ان هي بسبب ظروف المعيشه. ففعلا ده قرار كان جميل جدا وفعلا فرحنا. عموما احنا بنطالب يا جماعه الاهالي والجيران والاحباب والاصحاب، عندك واحد صاحبك مزنوق سلفه، اقف جنبه واصبر عليه. احنا كلنا اخوه، كلنا اخوه في الوطن، اصبروا على بعض يا جماعه. نروح ل طبعا خبر، يعني هو مش خبر، هي شويه قرارات طبعا يا جهاد اقرهم سياده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. طبعا هي قرارات كلها جماعه لصالح الدوله المصريه، وقبل الدوله المصريه لصالح المواطن المصري. اول قرار وهو حظر التجوال ان شاء الله هيبدا من الاحد المقبل، اللي هو باذن الله موافق اول يوم العيد للجمعة التي تليه، يبدأ من الساعة 5 مساء. وقرار تاني معانا ان طبعا اول يوم العيد ده هيتم اذاعة شعائر صلاة العيد طبعا من احد المساجد، وتقريبا ان شاء الله هيبقى هو مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهيتم بثه او اذاعته عبر الراديو لكل المساجد في انحاء الجمهورية. خلينا بقى نتناقش في القرار ده. هو طبعا القرار ده كان لازم ان احنا ناخده في الوقت الحالي، ولكن كان خبر مؤسف بالنسبه لنا، وكنا فعلا متضايقين جدا، لان اكتر حاجه بتحسسنا كمواطنين بالعيد هي صلاه العيد وشعائر صلاه العيد والفرحه والبهجه اللي بتملى قلوبنا واحنا رايحين نصلي العيد. ودي اول سنه هيكون مفيش صلاه عيد، زي ما برده كان اول رمضان من غير صلاه التراويح. طبعا هو حاجه مزعلانه جدا، ولكن يا جماعه لازم نلتزم، علشان احنا فعلا في فترة صعبة، احنا ما بقيناش مدركين الخطورة اللي احنا فيها. معدل الإصابات والوفيات كل يوم بيرتفع، ودي حاجة صعبة جدا، فنلتزم البيت، وياريت ان احنا نلتزم فعلا بأجازة العيد ونقعد في البيت، لعل وعسى ان شاء الله اعداد الإصابات تخف شوية بإذن الله. يا جماعة طبعا يعني الدولة بتسعى جاهدة وبتحاول بكل ما أوتت من قوة انها تحافظ على الشعب المصري في كل حاجة، في كل المجالات، في كل التخصصات. لازم يا جماعه نسمع كلام الدوله ونسمع كلام الحكومه ونلتزم ونتقي الله في نفسنا عشان خاطر ان شاء الله نعدي من الازمه دي يا جهاد. بالظبط، لو انت نازل مش خايف على نفسك، خايف على اسرتك، خايف على بنتك اللي انت هتنقل لها العدوى، خايف على مامتك. نخاف يا جماعه على كبار السن وعلى الاطفال الصغيرين اللي مناعتهم ضعيفه جدا، نحاول ان احنا فعلا نبص لهم. لو احنا مش خايفين على نفسنا، نخاف على الاسره بتاعتنا. وانت نازل كده بص وراك وبص لهم، وشوف فعلا هتقدر ان انت تكون سبب في مرضهم او في تعبهم، هتقدر تشوفهم وهم تعبانين. فيا جماعه نلتزم البيت، لان فعلا الموضوع بقى صعب جدا، وكل يوم ادينا شايفين ان في زياده جامده جدا في معدلات الاصابات. يا جماعه ابوس ايديكم، خليكم في بيوتكم، خليكم في بيوتكم. من اهم القرارات برضو اللي كانت موجوده وهي اغلاق المنتزهات والمطاعم والمراكز التجاريه واماكن الترفيه والشواطئ، وده كان قرار مهم جدا. وطبعا ما فيش اضافه على كلامك، حتى بالقرارات اللي انت حضرتك هتكمليها ما فيش اي اضافه، لان احنا يعني الاضافه كلها في ايه؟ ان احنا بنحاول نوعي الناس. يا جماعه خليكم في بيوتكم، ما حدش يخرج للضروره القصوى، بلاش تجمعات. وطبعا يعني اعتقد ان القرارات دي كلها يا جهاد
انا مش اعتقد، انا مؤمن بان كل القرارات دي كلها لصالح المواطن المصري في المقام الاول. بعد العيد بقى كان في برضو قرار تاني ان حظر التجوال عقب اسبوع العيد سيبدا من 8 مساء حتى 6 صباحا، يعني احنا كده ان شاء الله بعد العيد هنرجع للروتين اليومي اللي كنا عايشينه قبل رمضان. اتمنى برضو يعني الناس تاخد حذرها، يعني هنرجع ان شاء الله للروتين اليومي، وطبعا دكتور مصطفى مدبولي قال في المؤتمر اللي فات ان احنا هنبدا نعود للحياه الطبيعيه ولازم نتكيف ونتعايش مع كورونا، مش بمزاجنا مش بمزاجنا. فاحنا زي باقي الدول، زي باقي الدول الكبرى، واحنا ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا نتكيف. احنا بنطلب من الشعب المصري انه يصبر على نفسه مش على حد تاني، وده اللي احنا ان شاء الله هنتناقش فيه في الفقرة التانية، وهنعرف ازاي نتعايش مع فيروس كورونا في حياتنا، لانه بقى خلاص حاجة عايشين يعني عايشة معانا خلاص، وان شاء الله ربنا يرفع، ربنا قادر ان هو يرفع عننا البلاء ده. كان برضو من اهم القرارات ايقاف كافة وسائل النقل من الاحد المقبل للجمعة التي تليه. هو طبعا قرار جميل جدا، ما فيش كلام، هو قرار جميل جدا ان هو بيحاول يمنع تجمعات، لان احنا هنشوف الناس في الاعياد برضو، يعني رغم القرارات دي هتلاقي في الناس في الاعياد خارجة واخده عائلتها واسرتها وعربيات، وتقول ان الحظر لحد الساعه 5 ورايحين، ويقول لك لا احنا مش بنخالف الحظر، ما احنا رايحين في بالنهار، يعني بالزبط. هي كورونا مش موجوده بالنهار بس موجوده بعد ميعاد الحظر. بالظبط. كمان لو نلاحظ ان اكبر نسبه معدلات الاصابات والوفيات كانت في رمضان، لو بصينا لده هنلاقي ان سبب كده هي التجمعات وعزومات الفطار اللي تمت، ده كان اكبر سبب ان الاعداد ترتفع. قبل رمضان الاعداد عمرها ما كانت بتوصل لكده. الحقيقه يعني ما بقول لك، هو وعي شعب، الشعب لازم يكون فاهم، الشعب لازم يكون عارف ان الموضوع مش سهل، مش يا عم سيبها على ربنا وهتعدي، ما كله على ربنا وكله هيعدي، بس احنا لازم ناخذ بالاسباب، نعمل اللي علينا. بعض الناس كانت بتتزحم في الشوارع وان هي تنزل تشتري لبس العيد وتنزل تشتري الكحك والبسكوت، تمام يا جماعه هي الحاجات دي فعلا بتفرحنا، ولكن مش وقته دلوقتي، فين الشعور بالفرحه العيد اصلا اللي احنا مستنيينها؟ تقريبا يعني انا مش بحبطكم بس فعلا ما فيش فرحه بالعيد، فان احنا ننزل نتزاحم على ان احنا نشتري لبس العيد، طب لبس العيد اللي احنا بنشتريه ده هنروح بيه فين اساسا؟ كل الحاجات مقفوله، ولو احنا مثلا عشان الحاجات مقفوله جمعنا بعض ورحنا للعيله فاحنا كده بنأذي نفسنا وبنأذي العيله، اظن ان احنا شفنا ده في عزومات الفطار. عزومات رمضان يعني احنا قلنا ما ده الكلام برضو اللي هيحصل في العيد. هو هيقول لك لا يا عم انا ما عنديش كورونا فان شاء الله هروح ازور جدتي النهارده. ده اول يوم العيد مثلا. هو مفيش مشكله خالص، بس بلاش يعني انت بلاش تجمعات، يعني روحوا فرد فرد. في منظر مؤسف شفناه كان طبعا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت، ان في زحمه في بعض المحلات المشهوره جدا واللي عندها وعي المفروض وعندها ثقافه كبيره جدا، زحمه جدا وطابور كبير جدا. طب فين بقى الوعي هنا لما الشعب كله متكدس واقف يشتري كحك وبسكوت العيد؟ طب يعني عايز اقول لك على حاجه، نشوف الفيديو الاول مع بعض. معانا فيديو؟ طب نشوف الفيديو. طبعا احنا شفنا المنظر المؤسف اللي احنا شفناه في الفيديو ده، حقيقي فعلا حاجة مؤسفة ان احنا كل يوم نسمع ان في تزايد في الاعداد المصابين، نسمع ان في اعداد وفيات كتيرة، نسمع ان اسرة كاملة بتروح الحجر الصحي بسبب الفيروس، واحنا نازلين نشتري كحك العيد. ومش بس كده، ده احنا واقفين في زحمة وكمان مفيش كمامات حتى الواحد لابسها او واخد احتياطاته، يعني بصراحة الواحد فعلا الواحد مش لاقي كلام يقوله. المشكلة ان الموضوع مؤسف، يعني انت لو شفت الفيديو، هو في مدينة صناعية، ومدينة الأهالي اللي فيها أو الناس اللي قاعدة فيها مش يعني علمهم أو التعلم بتاعهم عالية. ثقافة عالية جدا. فين الوعي بقى؟ فحضرتك لما بتيجي تعمل مقارنة ما بين ثقافة الناس اللي في القرى أو في المحافظات الريفية أو حتى في الصعيد، الناس دي ملتزمة شوية تقريبا، والدليل إنك بتلاقي الأعداد بترتفع في المحافظات زي مثلا محافظة القاهرة وغيرها وغيرها المحافظات الحيوية. طب ليه ما بترتفعش في محافظات الارياف؟ فدي النقطه بقى. لكن برضو في نفس الوقت بنلاقي في ازدحام شديد جدا في محافظات الارياف وفي الاسواق. ما ده كان اول كلامي، ان انا بقول ان بعض المحلات الكبيره دي عندها وعي وعندها معرفه بقد ايه الفيروس ده خطير، فهم كانوا حتى المفروض ان هم يعملوا حاجه اللي هو يمنعوا التكدس ده المفروض. ويا جماعه برضو يعني انا مش لا تعليق، احنا مش ضد وقف الرزق اطلاقا، بس انت يعني دخل يا سيدي 10 10
ومش ابعد ضد الناس. ان الناس تفرح وتجيب حاجات العيد وتفرح بيها، ولكن برضو يعني ان احنا نعمل كده في نفسنا ونقف في الزحمه دي. يعني احنا القرارات بتاعت الوزاره كلها بتمنع ان احنا ما نتجمعش، بتخلي ان ما فيش تجمعات، بتخلي ان احنا ناخد اجازه في العيد، بتدينا فرصه ان احنا نقعد في البيت، فاحنا بقى ننزل ونعمل التجمعات. فبصراحه حاجه كانت الشعب صعبه المصري جدا. هو بيتعامل على كورونا على حاجه واحده بس، بالنهار ما فيش كورونا، بعد ساعه الحظر لا في كورونا ما ينفعش ننزل. خلينا بقى نروح لأعداد الإصابات الجديدة النهاردة. للأسف كانت 745 إصابة جديدة، وأما الحالات اللي تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية كانوا 4584 حالة، أما عدد الوفيات النهاردة فهم 21 حالة. للأسف إجمالي عدد المصابين كلهم هم 14229 حالة، والحمد لله عدد الحالات اللي شفيت أو تم الشفاء أو خرجت حتى الآن من الحجر الصحي هم 3994 حالة، وإجمالي عدد الوفيات ككل 680 حالة. نسأل الله أنه يرفع عنا هذا البلاء يا رب، وربنا يا رب يشفي كل مريض ويرحم كل متوفي. ويا جماعة نلتزم البيت، وعشان خاطر مش نفسنا بس، عشان خاطر كمان الأسرة بتاعتنا. طبعا عندنا خبر مهم جدا يا جماعة، وهو تأجيل امتحانات الثانوية العامة. وطبعا تأجيل امتحانات الثانوية العامة اترتب عليه بالتالي تأجيل بدء الدراسة. فالموضوع هو الموضوع على فكره كله لصالح الطلاب المصريين ولصالح الشعب المصري. طبعا نقرا الخبر الاول. اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني انه تم تاجيل امتحانات الثانويه العامه اسبوعين، من 7 يونيو ل 21 يونيو، يعني من 7/6 ل 21/6 حتى يوم 21 يوليو، مضيفا طبعا ده ترحيل بسيط في المواعيد لاسباب لوجستيه بحته. يعني هو الراجل الحقيقه مشكورا دكتور وزير التعليم دكتور طارق شوقي، اكد طبعا ان ده كله صالح طلاب الثانويه العامه. وانا من مكاني هنا بقول لكم يا جماعه مش تيأس، ما تبطلش مذاكره، ما تبطلش تدور ورا حلمك، اجتهد واعمل اللي عليك عشان ربنا يكرمك. في الاول وفي الاخر الثانويه العامه هتنتهي، كورونا هتنتهي، في الاول وفي الاخر دي مش النهايه. بالظبط، ولكل مجتهد النصيب، بس احنا لازم نعمل اللي علينا ونجتهد ونسعى، لان ربنا مش هيدي نفس الشخص اللي سعى غير الشخص اللي قاعد في البيت. فلازم ان احنا نسعى، واللي عنده حاجه لازم يكون عنده اصرار ان هو يوصل ليها باذن الله. تعالى بقى نروح لحاجه مهمه جدا وحاجه جميله، وهي عمال النظافه. عمال النظافه اللي احنا بنشوفهم في الشارع، خاصه بقى الفتره الاخيره مع ارتفاع درجات الحراره الملحوظ اللي كان في الايام اللي فاتت، يا جماعه يعني احنا عايزين نقول ان الناس دي فعلا بتتعب جدا، وان الناس دي مش واخده حقها في المجتمع. الناس دي محتاجه فعلا اللي يقدرهم ويديهم تقدير كبير، لان الناس دول من اهم الحاجات اللي في حياتنا. يعني الناس دول من غيرهم الشوارع فعلا هتكون مش نظيفه. اكيد طبعا، دول اهلي واهلك، ابويا وابوكي، الناس دي كلها. يعني احنا ديننا الاسلامي عمره ما قسم الناس طبقات، الناس كلهم واحد، احنا كلنا اخوه في الدين بمثابه واحده. اللي بيفرقنا بس العمل الصالح والتقوى واجتهادنا ناحيه ربنا، لكن كلنا واحد. احنا لازم نحترم الكبير، لازم الصغير يحترم الكبير. خصوصا يعني انت ان بعض الناس اللي بتكون في يعني عمال النظافه اللي في الشارع اكترهم بيكون ناس كبيره في السن، كبير سن كبير، الشباب ده عنده ابن وعنده بنت وعنده عيله واسره. يعني انت مش احسن منه ولا هو احسن منك، احنا كلنا سواء. ولكن انت بقى طالب جامعي او طالب في ثانويه او طالب قصدي مرحله ثانويه وطالب في مرحله اعداديه او حتى في ابتدائي، اتعلم النظافه. يعني انا رميته، هتقولي يا عم يعني الورقه اللي انا هرميها دي هي دي اللي هتوسخ الشارع؟ هي ورقه مني على ورقه مني، ورقه مني على ورقه من جهاد، على ورقه من اسماعيل، على ورقه من عطيه، الموضوع كله هيبوظ. بالظبط. خلونا بقى نروح لفاصل ونرجع لكم في فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن ازاي نتعايش مع الازمه اللي احنا فيها دي، وازاي نتعايش مع فيروس كورونا بما انه بقى حاجه اساسيه في حياتنا. قبل بقى ما نروح للفاصل نعرف بقى ضيفنا المفاجاه. انا قلت الحلقه اللي فاتت ان في مفاجاه معانا جهاد. بالظبط، ومعانا طبعا، وده حاجه يعني حقيقي انا فخور جدا بصراحه ان احنا قدرنا ان احنا يكون معانا شخصيه زي الشخصيه العظيمه ان شاء الله هنعلن عنها دلوقتي، وهو مستر صلاح محمد صلاح، هو سفير التمريض في مصر والعالم. انتظرونا بعد الفاصل.